ازيك يا صاحبي؟ الاخبار جاهز نبدا العظمته بتاعتنا؟ يلا بينا نبدا فيلمنا النهارده. قصته بتبدا في انجلترا، وبنشوف واحده ست اسمها ايرين بتصاحب بنتها الصغيره هاربر بكل لطف من نومها، وقالت لها انهم هيسافروا لمكان قمر وياكلوا فيه ايس كريم كل يوم. والاتنين نزلوا وطلعوا على مركب وبداوا الرحله. وبعد كده بنشوف ان عدى 5 سنين على سفرهم وراحوا على برشلونه، وهناك استقرت ايرين مع بنتها وكانت شغالة كمدرسة بديلة في المدرسة بتاعت بنتها. وبنشوف هاربر وهي بتغني مع الفرقة الموسيقية على المسرح، وراحت ايرين تتكلم مع المديرة وتقول لها انها مبسوطة ان بنتها بقت مستقرة عن الاول. وساعتها سمعت صوت بنتها وهي بتضرب في ولد، وجريت ايرين بسرعة عشان تفك بينهم، ولسوء الحظ الولد كان اتعور جامد. وساعتها قررت ايرين تاخدها على البيت، ولما كانوا في الطريق سألتها ليه عملتي كده وهجمتي على الولد ده؟ بس بنتها فضلت ساكتة طول الطريق لحد ما وصلوا البنزينة، وقالت لها إنها عاوزة تدخل حمام. وساعتها قالت لأمها إن الولد ده كان بيتريق عليها عشان لابسة نظارة وإنها مش بتشوف من غيرها. وساعتها فهمت أمها إن اللي عمله الولد ده كان غلط جدا، بس برضه ما اديش الحق لبنتها إنها تضربه جامد كده. وفجأة لاحظوا إن في حرامي في المكان وكان معاه مسدس وبيهدد صاحب المحل. وساعتها حاولت ايرين وبنتها يستخبوا بسرعة ويهربوا من الباب التاني، بس ساعتها الحرامي كان قريب منهم جدا ورافع المسدس على واحد من الموظفين. وهاربر استخبت تحت شاشة، وايرين استخبت ورا كده رف اكل قريب، وشافوا الحرامي وهو بيضرب في الموظف. وساعتها الحرامي شاف هاربر وكان رايح ناحيتها لحد ما امها حاولت تعطله كده وتجيبه ناحيتها هي. وساعتها قرب الحرامي منها وبدأت تهاجمه وضربته بمفك في رجله، وحاولت تاخد منه المسدس لحد ما الاتنين مسكوا المسدس في وقت واحد، وكل واحد فيهم كان بيقاوم بكل قوته. بس ايرين هي عرفت تاخد المسدس وضربت الحرامي في بطنه وشالت القناع اللي كان على وشه. وساعتها الحرامي قال ايه ده؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ وبعد كده في المستشفى بنشوف الممرض وهو بيقول لايرين ان الحرامي حالته مستقرة دلوقتي بعد العملية، بس ما ينفعش يتعرض لأي ضغط عصبي عشان ده ممكن يفتح الجرح ويخلي حياته في خطر. وساعتها قررت ايرين انها تدخل العناية المركزة عشان تشوفه، وبمجرد لما شافها بقى في حالة هستيرية وبدأ يقول لها ايه اللي جابك يا كيت؟ وقالت له ان هو غلطان وان اسمها ايرين، بس ساعتها بقت حالته هستيرية اكتر وجات له ازمة قلبية ومات. وتاني يوم قررت ايرين تروح لبيت الولد اللي بنتها ضربته عشان تعتذر لأهله. وساعتها الولد ده فتح الباب وقال لها ان ابوه في رحلة تبع الشغل وامه مشغولة جدا في درس التنس. لكن ايرين لفت حوالين البيت وشافت امه بشكل مفاجئ وهي مع الكوتش بتاعها ومش مشغوله ولا حاجه. ولما رجعت البيت ايرين شافت جارها ايميلي وهو نايم في عربيته، وهو شغال ضابط شرطه وبيجهز اوراق طلاقه عشان ينفصل عن مراته. وقالها ان الشرطه هتطلب مقابلتها عشان تتكلم معاها على حادثه يعني السوبر ماركت. وفي تاني يوم بنشوف ان ايميليو كان بيراجع شريط التسجيل اللي في السوبر ماركت وشاف لقطات الكاميرا، وشاف ان ايرين اهتمت بالموضوع كويس جدا. وبعد كده في المدرسه بنشوف ايرين دخلت اوضه الاجتماعات واكتشفت ان زمايلها بيسقفوا لها على حادثه السوبر ماركت، وقالت لها اوليفيا بعد كده ان الحادثه دي ممكن تساعدها تشتغل بدوام كامل في المدرسه، بس هي وضحت ان المديره لسه برضه عاوزه تضرب بنتها في اسرع وقت عشان الموقف اللي عملته. وبعد كده في وقت تاني بالليل حضرت ايرين وبنتها حفله عيد ميلاد بينيلوب، ووقفت ايرين كانت تتكلم معاها شويه وقالت لها ان بنتها حاسه بالندم جدا وان الولد كان غلطان يعني من الاول. وردت عليها وقالت لها بكل وقاحه ان بنتها مجرمه والطلاب بيحاولوا يستخبوا منها. وحاولت ايرين تقول لها ان دي كانت حاله مؤقته ومشكله بين طفلين، وطلبت منها ما ترفعش شكوى، بس بينيلوب رفضت. ولما رجعوا البيت ايرين لاحظت ان نور البيت كلها كانت شغاله، مع انها متاكده انها كانت طافيه كل حاجه قبل ما تمشي، ولحسن الحظ ما كانش في حد في البيت والدنيا امان. وراحوا يناموا كده. وفي تاني يوم راحت ايرين عشان تقابل الشرطة، وساعتها الضابط بدأ يشك فيها وقال لها انها ضربت الحرامي وهي قاصدة تقتله. ولما سمعت كده يعني كان رد فعلها قوي جدا وقعدت تزعله بكل غضب. واتفاجأت كمان لما عرفت ان مفيش دليل يثبت براءتها، مع انها عرفت ان في لقطات من الكاميرا وان ايميليو كان بيراجعها، بس عرفت انه ما بعتش اللقطات دي للمركز وما كانش عندها اي فكرة هو ليه عمل كده. ولما كانت راجعة البيت شكت ان في عربية ماشية وراها، بس لما السواق لاحظ انها شافته ساعتها غير اتجاهه بسرعة. وفي وقت تاني بتخرج هاربر وهي متضايقة جدا من العربية،
وراحت وراها إيرين وهي شايلة نظارتها، وساعتها بدأت هاربر تقول لها إنها مش عاوزة تنفصل من المدرسة لأنها لسه بادئة فيها وتعودت وبقى عندها أصحاب. وساعتها بدأت أمها تطمنها وقالت لها ما تقلقيش وأنا هتكلم مع أم الولد تاني. وبعد كده حاولت إيرين تكلم أم الولد بس هي كانت عنيدة جدا وقالت لها إنها ما عندهاش أي اختيار تاني. وساعتها إيرين قالت لها إنها تقول لجوزها على الوقت اللي بتقضيه مع الكوتش بتاعها، وساعتها وافقت بسرعة. قالت لها لا لا لا، هنحل طبعا المشكلة يعني حتى جيران ومتحضرين. بس قالت لإيرين انت كده حطيتي نفسك في مشكلة تانية معايا. وبعد كده بالليل كان في عرض موسيقي في المدرسة، وإيرين كانت مع أوليفيا، ولكن لما المسرحية الموسيقية بدأت لاحظت إيرين ان حد بيتسحب بالرقاعة وقررت انها تروح وراه، وعرفت ان ده الحرامي التاني اللي كان موجود في السوبر ماركت وانها واحدة ست اسمها مارجوت. وساعتها مارجوت بصت على إيرين وقالت لها ازيك يا كيت، وقالت لها انها بتسرق المحلات بسبب حاجة إيرين عملتها زمان في الماضي، وشايف ان إيرين مخبية حاجة قيمتها كبيرة قوي ومش معرفة حد، وعرضت عليها انها هتسيبها في حالها بس لما تديها الحاجة دي. بس إيرين انكرت الموضوع وانها فعلا مش معاها حاجة، وده اللي خلى مارجوت تبقى عدوانية جدا وسحبت سكينة وبدأت تتخانق مع إيرين. بس إيرين كانت قوية وعرفت تدافع عن نفسها كويس جدا، وبالغلط طعنت مارجوت. وإيميليو شاف المشهد ده كله وعرف ان إيرين ممكن تبقى شخص خطير، وعرض عليها ان هو يساعدها يخفوا الجثة مع بعض ويحافظوا على سرية الموضوع بينهم. وبعد كده اعترف إيميليو ان هو بيساعدها بس عشان هو كمان في موقف صعب ومحتاج مساعدة إيرين، بس هي قالت له انها مجرد مدرسة ومش هتعرف تفيده. بس ساعتها قال لها خلينا نركز في الجثة بس الاول. وبعد كده في البيت إيرين بدأت تكون قلقانة جدا على سلامة بنتها، وقررت تروح المخزن بتاعها ولقت مسدس وراحت هاربر وراها، وضايقت جدا لما شافت أمها شايلة مسدس. وفي تاني يوم وصلت إيرين المدرسة وهي حاسة بتوتر شديد لما شافت الفصل الدراسي اللي واجهت مارجوت فيه كان مقفول، ولكن أوليفيا جت تفكرها بمقابلة الشغل المهمة عشان تشتغل بدوام كامل في المدرسة، وقالت لها إيرين إنها محتاجة الوظيفة دي جدا عشان الوظيفة دي هتدي لبنتها منحة دراسية كاملة بالمجان، وإن هي دي الطريقة الوحيدة عشان يعرفوا يدفعوا أي مصاريف بعد كده. وفي نفس اليوم بالليل إيرين عملت حفلة في بيتها وعزمت شوية أصحاب وجيران قليلين، وفجأة لاحظت هاربر شخصية غزال لابس قناع. وساعتها بدأ إيميليو يتضايق لحد ما قرب من إيرين وقال لها إنها تحتاج مساعدته عشان مشكلة مارجوت، وقال لها إنها تعرف تتعامل مع مشكلته عشان شافها وهي بتضرب الحرامية بكل قوة وهي أنسب شخص للمشكلة دي. وبعد كده سمعوا صوت عالي جدا وراحت إيرين تشوف اللي حصل، بس شافت إن هاربر بتظبط عفش البيت يعني وبتحركه مش أكتر، وبدأوا يتأكدوا إن الشبابيك مقفولة كويس عشان محدش يقدر يدخل. وبدأت هاربر تسأل لو ده كان بسبب الحادثة بتاعت السوبر ماركت، وردت أمها عليها أيوة بسببها، بس هي طمنت بنتها إنهم في مكان أمان وإنها معاها سلاح تقدر تدافع بيه عن نفسها. وفي تاني يوم في المدرسة الصبح بنشوف إن في طالب من الطلاب رسم صورة مش لطيفة في الحصة بتاعت إيرين، وعشان كده طلبت إيرين من أوليفيا إنها تعمل اجتماع عشان يقابلوا أهل الولد ده ويتكلموا عن رسوماته. بس اليوم ده للأسف هو نفس اليوم اللي المفروض إيرين هتروح تقدم فيه على وظيفة العمل بدوام كامل، وإن الجدول بتاعها زحمة جدا ومفيش ميعاد مناسب خالص. وبعد كده إيميليو قال لإيرين إن هو عاوز يقابلها الساعة 12 الظهر عشان هيعملوا عملية معينة مع بعض، وبسرعة راحت عشان تقابله. وبعد كده اكتشف إيميليو إن في محامي هناك في المكان اللي العملية هتتحدد فيه، والمحامي ده اسمه أوجستين وعنده يعني معارف كتيرة جدا من المنظمات الإجرامية المختلفة، ووضح إنه محتاج مساعدة إيرين عشان يقتحم بيت المحامي ده في أسرع وقت، وإنه لازم يحطوا برنامج تجسس في بيته ويوصلوا للكمبيوتر بتاعه عشان يجيبوا منه كل المعلومات المهمة. ولما وصلوا المكان المحدد ساعتها إيميليو طلب من إيرين إنها تدخل المبنى وتحاول توصل للمكتب، ووضح لها إن الموضوع مهم جدا وهيفيدهم هما الاتنين. وساعتها بدأت إيرين تتسحب للبيت ووصلت لمكتب المحامي، وحاولت بكل سرعتها إنها تحط برنامج التجسس عنده وعرفت تعمل كده فعلا. ولما كانت مستنية البيانات تتحول عندها ساعتها اتصل بها إيميليو وقال لها إن المحامي رجع البيت بشكل غير متوقع وإن ده مش ميعاد رجوعه أصلا، بس فضت إيرين مستنية نقل المعلومات. ولما خلصت وحاولت تمشي ساعتها اتقبض عليها وشافوها، وبدأ أوجستين يواجهها يعني بالمسدس بتاعه، بس هي بدأت تضربه بكل قوتها وكان عندها ليونة فظيعة لدرجة انها هربت بسرعة ونطت في البحر.
يا بنت اللعيبة. وبعد كده عرفت إيرين إنها تخرج من المية، بس هي أخدت بالها إنها عندها مقابلة مهمة ولازم تتحرك بسرعة، واشترت قميص من واحد بيبيع هدوم على الشاطئ وجريت على المدرسة. ولما رجعت إيرين اكتشفت إنها بقت عضوة في جمعية أولياء الأمور للطلبة، وفي وقت مقابلتها حاولت تقنع اللجنة بكل جهدها إن الشغل ده هيفرق معاها جدا وإنها محتاجة تستقر مع بنتها عشان تاخد المنحة. بس لجنة المقابلة بدأت تثير الجدل بخصوص بنتها اللي ضربت زميلها، وقالوا لها إنها غلطت لما مشيت من المسرحية من غير ما تعرف حد، وساعتها قالت لهم إن دي غلطة عمرها ما هتتكرر تاني، وإنها تعبت جدا في اليوم ده وكانت مضطرة تمشي. ولما رجعت إيرين على بيتها ساعتها حس إيميلي إن هو مرتاح جدا لما شافها وبدأ يشكرها إنها نجحت في المهمة، بس كان موطي صوته عشان هاربر كانت موجودة. بس لسه بنتها برضه بتشوف المشهد بتاع الحرامي اللي لابس قناع غزالة، وده مسبب لها حالة نفسية شديدة جدا، وحتى كله بيقترح على إيرين تودي بنتها لمتخصص محترف في المواضيع دي، بس إيرين دايما بترفض. وبعد كده تاني يوم بتكتشف إيرين إنها ما نجحتش في مقابلة اللجنة، وساعتها بدأت تتعصب بسبب بينيلوب أم الولد اللي انضرب، وساعتها أبوه اللي اسمه دانيال جه عشان يشوف مراته ويشوف الرسومات اللي ابنه ورسمها، وكان خايف جدا من إيرين إنها ممكن تطرده عشان الرسومات دي. بس إيرين كانت متعاطفة مع الأب جدا عشان شافت الأب بيقول إن الرسومات دي أكيد طلب من ابنه بشكل غير مباشر إن هو محتاج حد يساعده، وبدأ يشكرها عشان هي أكتر واحدة فاهمة وجهة نظره، وقال لها إن هو راعي للمدرسة دي ويقدر يفيدها، وبيقول يعني عنها كلمتين حلوين للجنة عشان تاخد الوظيفة. وبعد كده بنشوف إيرين وهي راجعة البيت ولاحظت إن باب إيميليو مفتوح على آخره بطريقة مخيفة، وساعتها حست إن في حاجة غلط وعرفت إن في حد خطفه وقررت إنها تساعده. وبدأت تتصل على أوليفيا وطلبت منها تخلي بالها من هاربر عقبال يعني ما ترجع لها، وساعتها بدأت تستخدم برنامج تحديد المواقع بالقمر الصناعي وعرفت مكان معين، بس كان موجودة في حتة تانية بعيدة. وبعد كده بنشوف إن إيرين عرفت تتسحب ودخلت بيت معين، والبيت ده كان فيه أغسطين محامي العصابات، وكان بيعذب في إيميليو بطريقة بشعة جدا، وكان بيحاول يعرف منه أي معلومات عن الشخص اللي دخل بيته وحط برنامج تجسس عنده. وبشكل مفاجئ بدأت إيرين تواجهه بكل شجاعة وتضرب فيهم كلهم بكل قوتها، واستخدمت كمان مسدسها عشان تحمي نفسها منهم، وفي الآخر عرفت تنقذ إيميليو، والاتنين عرفوا يهربوا من المبنى وركبوا العربية بسرعة. وبعد كده في العربية اعترف إيميليو إن هو اتورط مع المحامي ده في شوية مشاكل، وإن هو كان عامل معاه صفقة يعني معينة، وهي إنه يسمح للمحامي يستخدم فلوس العصابات براحته من غير ما يحاسبه، بس في نفس الوقت يعني يعرف منه معلومات عن العصابات. بس المحامي كان بدأ في الفترة الأخيرة يبقى طماع وكان عاوز فلوس أكتر بطرق غير قانونية، وده اللي كان مضايق إيميليو عشان طبيعة شغله ما تسمحلوش إنه يعمل كده، وساعتها قفل الطريق عليه وما بقاش يسمح له يستخدم فلوس العصابات. وبعد كده بنشوف إيرين وقفت على جنب عشان تروح تجيب شوية أدوية وإمدادات من الصيدلية عشان تساعد بيها إيميليو، وفي الوقت ده إيرين شافت المحامي راح وراها وصورها وقال لها إنها دلوقتي بقت في خطر كبير وحطت نفسها في ورطة هي مش قدها، بس طلبت منه يمسح الصورة اللي صورها لها وقالت له إنها مجرد شخص عادي جدا وملوش يعني في شغل العصابات ده، وإنها بتساعد صاحبها يخرج من الورطة اللي هو فيه مش أكتر عشان يساعدها هي كمان في مشاكلها اللي بتحصل لها الفترة دي غصب عنها. بس بنشوف إن إيميليو خبط المحامي بالعربية، وساعتها إيرين أخدت الموبايل وهربت مع إيميليو وقالت له إن هو السبب في كل اللي بيحصل ده وكانت في أمان قبل ما تقابله. وبعد كده بنشوف في الغابة واحدة ست ماشية مع كلبها، وكلبها شم ريحة غريبة وبدأ يحفر، وساعتها شافوا جثة مارجوت وشرطة جت يعني، بس لحسن الحظ إيميليو واحد من الضباط اللي ماسكين القضية واتصل بإيرين وقال لها على كل حاجة، وإن المحامي قبل ما يموت بعت صورتها الموظفة بتاعتها اللي اسمها فليريا. وبعد كده طلبت إيرين من صاحبتها تخلي بالها من بنتها في حمام السباحة وقبل ما ترجع لها، وبدأت تستخدم الجي بي اس عشان تحدد المواقع ورحب بسرعة على شقة فليريا. ولما كانت رايحة جالها مكالمة من دانييل أبو ديلان وطلب منها إنها تيجي تتعشى عندهم في البيت. وبعد كده إيرين وصلت شقة الموظفة وحاولت تدخل بالقوة، والموظفة بدأت تهددها بالسكينة وإنها ممكن تستخدمها عليها، بس طبعا إيرين عرفت تاخد منها السكينة بعد قتال شرس بينهم وقالت لها امسح الصورة حالا. وبعد كده وصل واحد من العصابة عشان ياخد الصورة من الموظفة، وكان معاه شنطة فلوس، بس ساعتها بدأت إيرين تهاجمه عشان كان باين عليه هيئة الموظفة ومش هيديها ولا جنيه،
وعرفوا يتغلبوا عليه، وساعتها شنطة الفلوس وقعت كلها على السلم، والاتنين بدأوا يهربوا بسرعة وراحوا على عربية إيرين. وساعتها الموظفة قالت لها إنها عرفت تاخد فلوس كتير من ورا العصابة، وبين عليهم عرفوا الموضوع ده وكانوا جايين يقتلوها. وساعتها قالت لإيرين إنها محتاجة منها 12,000 جنيه وإلا هتبعت صورتها للعصابة. وفي الوقت ده الشرطة عرفت إن الجثة بتاعت مارجوت وإنها مجرمة مطلوبة في الولايات المتحدة. وساعتها في خدامة شغالة في إنجلترا اسمها لينا جالها خبر بوفاة مارجوت، ولينا كانت عاوزة تعرف حقيقة موتها واستخدمت لابتوب كده عشان تعرف شوية معلومات. بس بعد وقت صغير دخلت صاحبة المكان وحاولت تاخد اللابتوب منها، وهددتها إنها تجيب الشرطة، والاتنين اتخانقوا مع بعض لحد لما لينا ضربت صاحبة المكان. وبعد كده بنشوف إن يميلي واقف مستني الإشارة الحمراء تخلص، لحد ما في موتوسيكل جه كده جنبه فجأة وبدأ يكسر عليه الشباك ورمى شوية صواريخ لعبة كده في العربية، لحد ما خرج بسرعة من العربية عشان يلحق الموتوسيكل، بس كان هرب خلاص. وساعتها جات له رسالة من واحد بيهدده إن هو يوقف تحريف قضية العصابات وإلا هيموت. وفي تاني مشهد بنشوف إيرين إنها راحت لدانيال عشان حفلة العشاء، وبدأ يتكلم عن نفسه شوية ويقول إن هو اتطرد من 3 مدارس قبل كده، وقال إن هو عاوز يعلم ابنه في نظام تعليمي ما يكونش تقليدي، واقترح على إيرين إنها تبقى تديله دروس خصوصية في البيت وهيدفع لها أكتر ما المدرسة بتدفع. بس إيرين رفضت العرض ده وقالت إنها مش هتعرف تسيب الوظيفة عشان منحت بنتها، بس قال لها إنها ممكن تغير رأيها كمان كام شهر. وبعد كده اتصلت أوليفيا على إيرين وقالت لها إنها مع هاربر، وإن البنت كل شوية تتخيل موقف السوبر ماركت ويجي لها كوابيس. وساعتها إيرين بدأت تقلق أكتر من الموضوع وعرفت جوردي، واقترح عليها إنها تاخد بنتها لدكتور نفسي شاطر جدا. بس إيرين كانت مترددة وقالت إنها تفكر في الموضوع. وفي تاني يوم بنشوف إن إيرين حاولت تبيع كل الذهب بتاعها عشان تدي الفلوس اللي عليها للموظفة عشان تمسح صورتها. وبعد كده عرفت إن جوردي صاحبها ظبط ميعاد عشان بنت يعني إيرين تروح للدكتور النفسي، وبدأت إيرين تتجادل معاه إنه كان لازم ياخد رأيها وموافقتها قبل ما يعمل حاجة زي دي. وبعد كده بنشوف إن إيرين أخدت بنتها عشان تخرجها وتعرف منها اللي حساه في الفترة الأخيرة، بس بنتها كانت متضايقة جدا وبدأت تلوم أمها إنها بتسيبها لوحدها كتير في الفترة الأخيرة، وبدأت تستغرب وتقول إنها مش لاقية صورة واحدة حتى لنفسها وهي صغيرة. وساعتها بدأت إيرين تعترف إنها كانت أم وحشة جدا، وعشان كده سابت هاربر مع عمتها عشان كانت مشغولة في الشغل جدا، وده السبب اللي خلاها ما تصورش بنتها لأنها ما كانش عندها وقت تقضي معاها أصلا. وبدأت تقول لها اطلبي مني أي حاجة دلوقتي وأنا هنفذ لك حالا. وطلبت منها هاربر إنها تدخل في مسابقة التنس بتاعت أهل الطلاب، وفعلا بنشوف إن إيرين سمعت كلام بنتها وراحت نادي التنس وبدأت تلعب قصاد بينيلوبي اللي الاتنين بيكرهوا بعض اصلا. والماتش كان صعب جدا، ومع ان ايرين كانت ممكن تفوز بس خسرت نفسها بالقصد عشان مفيش مشكله تحصل، وقالت لجوردي انها اسفه عشان خسرت الماتش وانها لازم تتحرك دلوقتي علشان عندها مقابله مهمه. وساعتها بدا جوردي يشك ان في حاجه غلط بتحصل معاها، وشافها وهي بتتكلم في التليفون بطريقه غامضه، وكانت ايرين بتتكلم مع فليري وبتقول لها انها كانت بتحاول تبيع الذهب بتاعها عشان تجيب لها الفلوس بتاعتها، وقالت لها على المشكلة بتاعت العصابات اللي وقعت فيها وانها كانت بتساعد الضابط ايميلي ومش اكتر، وهي ملهاش اي ذنب في اي حاجة بتحصل دلوقتي. وبنشوف ان جوردي لسه برضو شاكك في ايرين وراح يتكلم مع ايميليو ويقول له يعني على كل حاجة ايرين بتعملها في الفترة الاخيرة، وانها اتغيرت جدا وكل تصرفاتها بقت قلق فقلق، وبتسيب بنتها كتير جدا لوحدها من ساعة حاسة السرقة دي. بس طبعا ايميليو كان بيحاول يداري على الموضوع وقال ان كل حاجة معلم تمام، بس هو بيتهيأ له وإن إيرين بتحاول تبذل كل جهدها عشان تشتغل بدوام كامل في المدرسة. وساعتها جوردي عمل نفسه مقتنع بس كان متردد ومشي. وبعد كده بنشوف إيرين راحت عشان تقابل يعني فليريا في الفندق، ولما وصلت هناك ادتها مبلغ كدفعة مبدئية يعني، وكان المبلغ 3000 يورو، وبدأت تمسح الصورة وقالت لها إنها تجيب لها باقي المبلغ قريب، وقالت لها إنها لو محتاجة أي حاجة تانية لازم تكلمها في أي وقت من غير تردد. بس بعد كده إيرين اكتشفت إن فليريا قالت لشوية أفراد من العصابة على موضوع الصورة عشان كانت مفكرة إن إيرين مش هتيجي ومش هتجيب الفلوس. ولما بصوا من الشباك شافوا إن في راجلين من العصابة بيقربوا من الفندق، وفي لحظة دخولهم الأوضة حاولت إيرين وفليريا يتغلبوا عليهم وياخدوا طريق تاني عشان يوصلوا لمدخل الفندق أسرع، بس للأسف المسافة اللي اتحركوها ما كانتش كبيرة قوي، وبدأ واحد من العصابة يضرب فليريا بالنار
لحد ما أخدت رصاصة في ظهرها، وبدأ يبقى فيه ضرب نار بينهم وبين إيرين. وبعد كده بكل ذكاء حاولت إيرين تولع في العربية بتاعتهم وانفجرت لما قربوا منها، وهربت إيرين بسرعة ونطت من على كوبري عالي جدا عشان كان في عربية نقل بضائع بتعدي من تحت. وساعتها العربية دي كانت هتعمل حادثة وبدأت تتحرك بطريقة عشوائية، وللأسف إيرين وقعت بقوة جديدة من على العربية وسط الزرع. وقبل ما كان هيغمى عليها بدأت يجيلها تخيلات على شخص لابس غزالة واللي بان عليه كان بيجي لبنتها هي كمان في الكوابيس. وبس كده يا سادة بنكون خلصنا العظيمته بتاعتنا، وهشوفك بقى في العظمة بتاعتنا اللي جاية. بس كده، سلام.